الرحيم، أهلا بكم ودقيقة تقاطع. معنا النهاردة التقاطع الوزاري رقم 655 في المجموعة الوزارية الثامنة حسب أولوية المرور في التقاطعات سكوند للنورم دي بريشيدنسا. هنعدي العربيات اللي هي يمينها فاضي. نلاحظ أولا أن عندي في التقاطع أربع عربات، في اثنين منهم عندهم سينيالي داري بريشيدنسا المثلث المقلوب، يعني معنى ذلك أن العربتين هم آخر عربيتين هنفكر فيهم، نسيبهم شوية وندخل على العربيتين التانيين، الفيكولو العربية الزرقاء والفيكولو اس العربية البيضاء. ألاحظ إيه؟ ألاحظ إن العربية الزرقاء يمينها مشغول بالعربية البيضاء أهي، البيضاء هي واقفة على يمين الزرقاء، يبقى الزرقاء هتقف ونعدي العربية البيضاء اس رقم واحد، يبقى أول عربة هتمر في التقاطع الفيكولو اس بصة بيربريمو. بعد لما العربية الاس عدت أصبح يمين العربية الزرقاء فهتعدي العربية الزرقاء الثانية، يصبح عندي العربتين الاثنين اللي هم عندهم سينيال دار بريشيدنسا، الفيكرو ار العربية الحمراء والفيكرو اي العربية الخضراء. هنطبق برضو اللي يمينها فاضي مين، نلاحظ ان العربية الحمراء يمينها مشغول بالعربية الخضراء، فالخضراء هي اللي هتعدي ثالث عربية هتمر في التقاطع، يبقى الفيكرو اي باصة بيرترسو، واخر عربية هتمر اللي هي العربية ار الحمراء. يبقى هنا ترتيب العربيات هيكون بالشكل الاتي، الفيكرو اس، الفيكرو الفيكرو اي، الفيكرو R. شكرا لكم على حسن الاستماع وعلى حسن المتابعة، وحتى ألقاكم في درس جديد، لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله.